case will be by presented by Dr. Muhammad Abdel Gawad. A 36-year-old female patient married from North Sinai has 3 husbands. The complaint is lower limb swelling and facial buffness. بالنسبة للباست ميديكال هيستوري كان irrelevant. الدراج هيستوري كان ناتشورال هيربس الماري ماريا فور ويت ريدكشن 1 يير اجو. الماري ماريا ده ده ناتشورال هيربس عشان بعض الناس بتستخدمه مش كومن دراج بس بعض الناس بتستخدمه عشان البرونكال ازمة او الابدومينال ديستنشن او الويت ريدكشن. نعم؟ لا هو هيربس ناتشورال هيربس اعشاب طبيعية بس مش مش عارف من فين. الفاميلي هيستوري ريليفنت. الاكزامينيشن البيشنت كانت اورينتد تو تايم بليس اند بيرسون بافي ايلس. الفيتال ساينز 160 اوفر 100. الهارت ريت 70 بيت بير مينيت. التمبريتشر 66.8. الهارت تو شيست نورمال. كان في مايلد لور من بيتنج. الكرنت انفستيجيشن اتعملت يورين انالسيز فيبروتينوريا بلس 3 نو ار بي سيز 24 اورز بروتين ان يورين سي 3.2 جرام كرياتينين 1 ملي جرام بير ديسي لتر البومين 2.9 ملي جرام بير ديسي لتر جرام سيتر سيرم كوليسترول 150 ملي جرام بير ديسي لتر ترايجلسرايد 250 ملي جرام بير ديسي لتر اي ان ار 1 البروسبن تايم 14 سكند البريدنج تايم 3.5 مينيت سي دي سي الوايت بلاد سيلز 7000 الهيموجلوبين 12 جرام بير لتر البلاتلت 200,000 الاي ان اي بوزيتيف تشيست اكس راي نورمال الترا ساوند كانت نورمال الكرنت تريتمنت ستاتين 10 ملي جرام بير داي كابتوبريل 25 ملي جرام بير داي بيدنيزولون 20 ملي جرام بير داي. To summarize, this is a case of adult onset nephrotic syndrome, so biopsy is done. The biopsy by then is a focus segmental glomerular sclerosis. Of course, it was discussed by Professor Dr. Patna. أول البيوبسي مفروض هنا دي الجلوميرولس ايه النورمال اللي احنا مفروض نشوفه؟ مفروض عندي هنا ده كروس سكشن في الكابيلاريز الجلوميرول كابيلاريز النورمال سيكنس الخط رفيع كده في رسمه قلم رفيع انا بتكلم عن النورمال الجزء ده مش نورمال طبعا لكن الجزء النورمال المفروض ان انا بشوف كده كابيلاريز السيلز اللي بره هنا ناحيه البومن سبيس ديت هتبقى البودوسايتس او الفيسرال ابيثيليال سيلز السيلز الموجوده امبيدد وزين ذيس ماتريكس which is present in between the capillaries دي اللي هي الميزانجل سيلز اللي هي النورمال سيكنس بتاعها صف واحد من الخلايا يبقى النورمال از وان رو اوف ثيك الجزء ده نورمال لكن هنا بلاقي في ميزانجل ماتريكس accentuated causing occlusion and obstruction of the capillaries with adhesion to the Bowman's capsule فده بنسميه سكليروزس
الليجن هنا واخد segment of the whole glomerulus, so it is segmented. Not all the glomeruli show this picture. Some glomeruli are free, so we call this focal. Focal معناها ان اقل من 50% من الجلوميرولاي في الليل. Segmental يعني معناها جزء من الانديفيديوال جلوميرولاس is affected. فهنا السكليروزس واخد جزء من الجلوميرولاس هو segmental, and not all the glomeruli are affected, so it is focal. So the lesion here is focal and segmental. ونوع ايه؟ عبارة عن سكليروزس. سكليروزس يعني increase of mesangial matrix occluding the capillaries without associated hypercellularity. This is the mesenteric wound. بتبين لي هنا ان في عندي focal areas of fibrosis موجودة. تلاقي هنا focal areas برضو يعني مش كل tubules, focal areas of tubular atrophy with thickening of tubular basement membrane. They are set wide apart by areas of fibrosis and inflammatory infiltrate. هنا برضو بعض التوبيولز هنا بلاقيها denuded of its epithelial lining. يعني واضح هنا ان في some tubules فيهم acute tubular injury. Tubular injury يعني معناها cells بتقع من اللايننج بتاع التوبيولز. ما هياش زي دي مثلا هنا اللايننج موجوده, لكن هنا بلاقي بعض التوبيولز are denuded of its epithelial lining. So the diagnosis here is focal segmental glomerulosclerosis and acute tubular injury. هل الانتينوكلير انتيبودي بوزيتيف؟ هل في ستيجما في البطاقة؟ انا عشان كده انا بساله, هل انت كنت كاتب لي ده في الدايجنوز حتى وات ايفر؟ يعني انا مش شايفه اكتف ليجنز للوبس في البيوبسي ولا موجود عندي سيجمنتال سكليروز, لكن ده ما يهمنيش هي. لكن لا ما يمنعش ان احنا عندنا البيوبسي ان كان في اكتف ليجن بقى سكليروز. لو انا في الاعتبار من الاول او قايل لي في الهيستوري ان دي لوبس, هقول خلاص يبقى اذا ده سكليروزنج ليجن في حاله لوبس. لوبس تمشي اي كلاس بقى, هتمشي كلاس 3 بس كرونيك, لكن ما فيش لاقيه اي اكتف ليجن ثاني عشان اقول عليها لوبس. كلاس 3 اللي هو بيبقى سيجمنت الفوكال بالنيتشر بتاعته. لو الليجن كل جلوميرولاي هيبقى كلاس 4. وده قيمه اللي احنا نكتب داتا للباثولوجي. الباثولوجي احنا متخيلين ان الباثولوجي ده بينط الحبل وبيلعب مش عارف الاساسيات كده. لا ما هوش الساحر اللي هيجيب الساحر العجيب. وبعدين هنا في اللوبس لازم تقول ان دي حاله لوبس, لان انا مش وظيفتي ان انا اقول ان دي لوبس ولا لا. انا وظيفتي اقول في اكتف ليجنز ولا لا, وادي الاكتيفيتي اندكس والكورنيسي اندكس. لكن انا مش وظيفتي ان انا اشخصها من الاول ان هي لوبس. هو الدياجنوز اوف لوبس بيعتمد كلينيكال وسيرولوجي. يعني ممكن الاقي تريكلا انت بوز انا عايزه انا بقى عليها ايه, اقول اوصف الليجن واديله الجريد بتاعته. لان مثلا الكلاس 1 نورمال ابيرنج جلوميرولات هقول فيها ايه؟ هقول نوع من المايلز تمام. يبقى ده بس نوتس هنا ان الدياجنوز اوف لوبس كلينيكال اند سيرولوجي, ولازم اشوف هنا عندي كرايتيريا تشفع لي كلينيكال ان ممكن اقول لوبس ولا لا. واضح ان ما تقولش فيه الا اذا اعتبرنا ان الكيدني هي الاكتف ريجن ساعتها. هشوف الالبر سيل ان ايه وعين الانتي سوبر انتي بودي تعمل تاني. تروح من فين؟ وفي ساعات بيبعت الباثولوجي بايوبسي قبل ما تكون الفيشن بتاعك. تمام. ده ممكن لو حاجه ساعات بيستكبر حتى لو حاجه اتاخرت ممكن نتكلم الباثولوجيست ونور والكلام ده. دايما بنبين الكلينيشن والباثولوجيست ان هو يعمل كده, يبعت له مديه كلينيكال داتا. غير ما بقى حاجه بتقول ما يرضاش يعملها الا بالكلينيكال داتا. تمام. الفكره ان تفرق قوي. فالداتا مهمه جدا. يعني انا شفت بره برضه حتى راديولوجي شيست اكس راي لازم يتكتب ريكويست فورم محترم في كلينيكال داتا عشان يطلع انتربريتيشن. يحاول هو ما بيفبركوش, هو بيحاول يوفق ما بين الانفستيجيشن والكلينيكال. ولو ما لقاش نقطه اتفاق بيبقى ده السؤال, ليه ما فيش اتفاق؟ فندور تاني وتالت. فهنا الهيستوري كان مهم نرجع له تاني, ناخد على فيش مالتي سيستم افكشن يقول ان ده ممكن يبقى لوبس. على فكره ممكن مش بالضروره مالتي سيستم افكشن. انا فيني اكتف نفرايتس للدياجنوز, لكن انا اعيد هنا الانتي نوكلر انتي بودي. تعالج نيجاتيف؟ تعاليين يعني مش كونسيوم دي كمان, فيبقى مش لوبس. يبقى ده حاجه فوق. لا
فوكال اند سيجمنتال اوميسكلوروزس، لكن انا عندي اكتف كلينيكال. ما هي في الغالب ايدوباسيك، هي في الغالب ايدوباسيك، وانا مش عارف العشب ده في ايه. ممكن يطلع في نون استرويدال، يبقى مغشوش في نون استرويدال، ونون استرويدال ده ممكن يعمل مينيمال تشينج او يتقس بعد. ممكن يبقى في حاجه في الكونستيتوانس بتاعت الهرب، وعشان كده احنا ما بنحبوش خالص. فانا هنا هقول ان ده اف اس بي اس. الباثولوجي بيقول ان انا ايه في كرونستي، لكن انا كلينيكال في عندي اكتيفيتي، عندي صاب نفروتيك رينج بروتوريا. بس انا لو عدناها للان نفروتيك لان قليل، فده اكتف نفروتيك سيندروم من الكلينيكال والدياجنوز اف اس بي اس. هرفع الدوز بتاع الاسترويد واكمل الكورس بتاعي بتاع الاسترويد. العيان ما استجابش، هشفكر له بعد كده في تكمله عليها. هراعي الباثولوجي هنا في الادجوفنس، يعني اذا كان في تيوبلر انجري وفي فايبروز وحاجات زي كده، ممكن السايكوسكوب ما يبقاش هو البيست كومبلمنتري هنا في الحاله دي. ساعتها ادور على مثلا سلسبت ولا اي دواء ثاني غير او سايكوفوسفامايد، اذا كان العيان يوافق عليها. لكن هبعد عن السايكوسكوب هنا في الحاله دي. تمام. ما هو نفروتيك، هو نفروتيك لان كان في كلينيكال اديما وفيها بروتينوريا 3 وشويه جرام والقلب قليل، لكن الكوليسترول ما كانش عالي، ففي حاجات كده فيها مش ماشيه ستريت قوي. لكن انا هرفع الدوز بتاع الاسترويد احتراما للبروتينوريا اللي موجوده، واكمل الكورس بتاعي. هنا في الاف جي اس بقى مش هتعمل في مينيمال تشينج 3 اسابيع، ممكن يبقى 16 اسبوع. واذا ما حصلش استجابه كامله بالاسترويد، هضيف ادجوفنت، بس احط في اعتباراتي ان في عندي كرونيستي، فابعد عن السايكل. شكرا لكم.